السيدة أم يوسف تتفضل. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذة أم يوسف؟ اتفضلي. الله يخليك، ازي حضرتك؟ نعم وفضل الحمد لله. بص حضرتك، أنا عاملة شهادات استثمار، أنا معايا 3 ولاد يتامى. طيب. ماشي، وعاملة شهادة استثمار ليهم. طبعا أنا ماليش حد إلا ربنا، وبعدين الشهادات اللي أنا عاملاها أنا داخلة بيها جمعية، إن أنا عايزة أجيب لهم كل واحد فيهم شقة. وبعدين يعني ايه، يعني الفلوس اللي بتيجي واحده واحده بتجيلي منهم يعني الشهادات بتجيلي منهم عائد كويس. يعني الفلوس اللي بتيجي من العائد بتحطيها في الجمعيه، صح كده؟ جمعيه. طيب سؤالك فين؟ بتسالي على اطلع زكاه ولا لا؟ هطلع. في حاجه كمان، انا في يعني في عيل انا اعرفه محبوس، انا بطلع له كل شهر مبلغ لي، بس مبلغ كويس مش مبلغ اي كلام. طيب ازاي يتحسب من الزكاة؟ طيب يبقى اول حاجة العيل ده من اولادك يعني؟ من اولادي. طب والشهادات دي باسمك ولا باسم مين؟ لا باسمي انا مش عاملة حاجة باسم اولادي، بس هم خلاص حاجة دي ليهم هم يعني. طيب خليني اجاوبك، يعني الجزء الاولاني انت هتطلعي 10% لما يجي لك ريع الشهادات دي. ريع الشهادات دي ممكن يكون لك كل شهر، كل 3 اشهر، كل 6 اشهر. اول ما يجي لك الريع تطلعي 10%، يعني مثلا هو 7000 تطلعي 700 جنيه من الريع اللي هو بيجي لك دوت، وهي دي الزكاه بتاعتها. اما المساله الثانيه لا، ما تنفعش تدي الزكاه لابنك. ليه؟ طيب لان دوت من الفروع بتاعتك انت، كده كانك بتدفعي الزكاه لنفسك. يبقى اذا ما ينفعش تدفعي له هذه الزكاه، عايزه تدي لابنك تدي له من الصدقات وليس من الزكاه.